أول شيء أخي، هنا صاحب المحلات أكثريته طابو، أكثريته طابو، ما قلت يعني حكومة يتعدى على الشعب يطلع من الطابو اللي جار يصير هذا، ما هذا مو معقول. ثانيا أدري ليش بس هاي الشارعين، شكو تزوى شارعين، هاي شارع ما أدري شكو بي هنا، ما أدري بس متسلبين هنا، هاي قرار شمال صار بلا. ثالثا هذاك صناعة ما مكملين أخي، صورت بيدي هسا تصوير يمي أول بارحة، شارع تراب، شتاء تختنق بالطين، هاي أولا، باب ما باب كله مكسور، مي ما بي، كهرباء ما بي، يعني شلون تروح للإيجار تم شهر تدفع إيجار يلا يجيك شغل، أمامي خلصان والخلفي كله ترابي. تمات والله هني قاعد اليوم ساعة ماكو كهرباء، بنايتهم ما بي كهرباء، بقى الرئيسي ما بي كهرباء، ما شفت يجي كهرباء زين، وما أدري بعد أحد ما يطلع منه، سابع المستحيل، هاي من ثمانينات أنا في السادس ابتدائي، هاي بيتنا، أجي منها أروح للمدرسة بالشوفلات، أذكر والله يخلون تراب قدام المحلات عالم ما راح للصناعة، هسه شلون يروح قولي؟ أول ما إجا قايم قام، أول يوم إجا جاب شوفل وياه، وقع السقوف، ثاني يوم أربع سيارات، سيارتين عسكري والسيارتين شرطة، ما يخلون أحد يفتح. والله هي معيشته مثلا هسه هذا الدكاكين من يروح، انا اول شيء على ايجار واي هناك طريق بعيد، مثلا في السياره اذا مثلا عاطل شلون يودي؟ لازم كران 50,000 60,000، هذا واحد اذا فقير شلون يخلي فلوس يجي؟ فمنطقه قريبه في تمتا هسه سياره عاطل اجيب انا، اوده على الحي صناع صعب عليه. هسه انا قبل كان بنشرش اشتغل، قبل كان بركركو اشتغل، الحمد لله كل جزم من تسوين ايش اسمه وقت صدام الحي صناعة، ولا حي صناعة كان صعب علينا، خمس سنوات اشتغلت بعدين تركته، تعبت اروح اجي اروح طعيم مثلا من الصبح ب 12 بالليل كان اعزل بالكركوك، اما انا كلا الساعة 4:30 لازم يجي الشرطة يعزل، حي صناعة معزل بس هذا يبقى مثلا الساعة 6:00 5:30 فتكمل يعني الشغل مالك، اما الحي صناعة ما يبقى. بعدين طريق اسمه ظلام، هاي ظروف خطوره، من يعني ورا الاربعه يروح ما يروح حد. اسع كل محل مشغل له خمس عوائل ست عوائل صناع، اسع من يطلع من هنا وين يروح؟ يروح للصناعه هذيك الجديده، ذاك الجديده ما يتحمل صاحب المحل يشغل له ثلاثه اربعه. ليش؟ ما يقدر هسه هنا يقدر بس هناك ما يقدر، الاجار غالي هناك تفتهمني، ما يطلع يوميته يعني هسه انت من تريد تطلع الناس يلقى لهم وسيله عمل، يلقى لهم شغل ومكان، يعني مكان يشتغلون. هي هسه الناس اغلبيتها كانوا بشركات وهسه صناع، هي كانوا سواق شوفلات، كانوا مكان يشتغلون بشركات ومعامل، هسه كلهم بس قراج الشمال يشتغلون، يعني بس هذا يقدرون، يعني شنو بس يقدروا يطلعون العمال، وهاي يطلعون عمال. هسه ابسط شيء مراد في تفام عندك كم عامل؟ 20 عامل، 20 عامل من يروح هناك للصناعه يشغل عمال اثنين، هذا ما ياثر على معيشه؟ اي طبعا معيشه، ولا رواتب عندنا، لا كل شيء ما عندنا. يعني هسه هنا يدفع مثلا 125، هناك ما يقدر يدفع 350، اي شلون لي لو المصرف لو لي. عزلوا محلات وروح حي صناعة، حي صناعة احنا ما بنشتري محلات باعين على غير يعني مو كارنا، اكو ناس زناقين مشترين عندهم مخلين يأجرونا بزيادة علينا، هاي يومي كل اسبوع يعني يجون عزلوا محلاتكم، ما ادري قايم قام شنو شاد ويا الشارع، هاي الشارع بعدين سيارة يمشي كل مكان ازدحام، راس الجسر مو ازدحام، جسر بالملايين دينار مسوينا مليان عرباين، حتى الجسر ما حد يمشي عليها. احنا ما هاي مكان طابو، وبعدين يعني ما ادري ليش، والله اول شيء بعيد، ثاني شيء لا مواصفات، مسوي 100 متر جملون حتى ما تقدر تخلي بي غرار، المحلات كلها نازل، يعني لو تروح تشوف القاع ما ادري شلون، يعني هم يقولون مخلصانه وكل شيء موجود، لا وكل شيء ما موجود صراحه اقول لك،
يعني انا ذاك هناك ادفع 200 الف دينار، هنا تقريبا مخزن عندي 500 ماجره، وهنا 200 هاي 700. بس هو بهم مكان بعيد، بعدين ما يخ... يا قراص سليمانيه حل واسطي راح يماوي يروح عليه، ما يروح على غير مكان. صناعة 35 سنة 40 سنة هنا نصنعها اللي يمنعونا. واحد من رمضان حجي رشيد ما شو اسمه ابو اسمه رمضان حجي رشيد اي ابو الاستثمار يقول اكو محلات هنا مشتكين عليه بيوتك وينك وبيت شو شو فد بيت هنا اتبني والله البيوت العوائل يشتكون عليكم ليش وين اكو علينا يلا شوف العائله ما اكو علينا انا وهاي دماغها مخليه يوم هو عليه امر قبض هو عنده رمضان حجي رشيد هاي المحل مبيع على 4000 فرد. أنا مشتكى عليه، أنت مشتكى، ذاك مشتكى عليه. بعد. أنت هو الاستثمار شين؟ هاي غرفة واحد. دولة شنو شغله؟ ليش ما 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 يخلي لي صناعة؟ شنو واحد من تشوليز يخلي لي صناعة؟ شنو يعني شنو هاي؟ دولة شنو شغله عاد؟ أنا من دولة، دولة يخلي لي صناعة. صدام أحسن وقتها خلانا صناعة، انطاك تابو باسمك، انطاك سلفة، روح ابني طبيا ولا فلوس ما ماخذ مني، هاي صير مني دفتر دفتر ونص، منين اجيب؟ اخواني ما بوك حتى، لو عندي فلوس هسه اروح، بس ما عندي، ايجارات الله اعلم. يقول 100,000 بس ماكو 100,000 ماكو 100,000 الامامي محلات الامامية، صناعة رئيسة، كل اللي جمعته ويم الجبال للفقراء وللزوازة مثلنا. الشارع التجاري ويم الجبال كيلومترين يلا يوصل لك سيارة. السايخ ما مزور يطب زو بالجبال يدور عليك السلام عليكم على الشارع يصلح يروح مو هسه انت هاي محلات على الشارع ها تطبق سيارتك هنا ما مزور تروح فوق الجبال تدور عليها ورا الجبال ما مزور انت اقرب منطقه ترى اذا تروح هنا عندي 4 عوائل يشتغلون وياي 7 عائله هم كلهم متزوجين يعني بقض عمري واذا طلعوا انا ما اطلع لان انا بدونهم ما اقدر بدونهم هم يقدرون بدوني. زين ليش يطلعون؟ ايش يسوون هاي طريق اقش 10,000 بس مصر طريق مالك تروح وتجي، مو؟ بلاش طيار يودك ويجي بس تروح تجي. غير فلوس، غير سياره تاكسي، تاجر. انا عندي سياره صناعة ما عندهم سياره. غيري ما عنده سياره، شلون يعني؟ ليش يروحون يجون؟ هذا حط كهرباء السيارات. حتى لو عندي اسمه سياره، يعني سيارهم يومية ما يحتاج 5,000 بنزين. منين اجيب؟ اروح ابو؟ إذا ما عندي منين؟ بس سمعنا بالشاشات التلفزيون بأن مانعينهم يمنعونهم من هذا السوق يحولونهم إلى سوق ثاني. لكن الناس متعودة هنا تشوف أن في مركز المدينة قريب يعني والغراض أيضا متوفرة والناس اندلت محلات الكهربائيين ومحلات الفيترية يعني كلها اندلت مكاناتها. اما تروح خارج المدينه يعني صعوبه على الناس الاطراف وصعوبه الناس بعد انه بتتعود على المكانات وتتعود على المحلات وهذا هم مصدر رزقهم يعني، اهم شيء هم لا يسدون الشارع العام ياذون يعني الناس والسيارات، لكن ما بها اذيه بعد هي لا منطقه سكانيه ولا بها تاثير على الناس، فلو ينظرون بموضوعهم ويعوفون الناس يعني على هذا رزقهم وعلى هاي وضعيتهم احسن يعني، اذا ما بها اذيه طبعا هي للشارع بس، ما دام ما بها اذيه للشارع نعم هي اي اذيه ما بها للشارع بعض السيارات توقف المفروض ينبهوهم يوقف على صفحه بس يعني والله بعد صعوبه علينا اولا يصير ابعد ثانيا يصير صعوبه بعد انه بلقى هذا الرجل الكهربائي والقى لي محل يصير يعني راح نعاني معاناه اخرى فهو الهدف من تنقلهم من هذا المكان الى الخارج على مود يسوون الازمه لكن اي ازمه ما جاي يشوف الشارع يعني مستمر والناس عايشه كل من على مكانه وكل من على رزقه فنوصل رسالة فيكون يساعدون الناس يعني هاي الناس كلها فقراء وعلى باب الله يعني فش قد ينظرون من صالح الناس هم هذا هم بشر هم حقه يعني مثل ما حق الدولة على النظام يعني أكثر العالم هنا مأجرين إيجار عندك هاي سال عمارة هاي مال هاي طابو طابو صرف مال العالم يعني أبي حق الشيء للعالم هذا ما يجوز لو تجاوز إيه لك حق الشيء مو مشكلة إحنا تجاوز الشيء
بس هذا الطابو هذا كله ايجار، هذا 600 هذا 700 ايجاره. بس داخل خلينا نقول داخل المدينه اكو شغل، نقدر نطلع الايجار، نقدر نطلع مصرف البيت. بس هناك تروح، هناك تروح اخي رد ما عندك الضريبه، مي كهرباء حراسات، يوم جامعه ما تفتح، عطله ما تفتح، هذا كله ياثر على الساعه 2 لازم يعزل الحي الصناعي. اخي هي حي صناعي ترى، ما مشترينا الكركوك، ابو بغداد مشتري، الدكتور مشتري، البقال مشتري، ابو رانيا مشتري، روح هسه كل ارقام تليفونات مكتوبه على الجراجات، جراج للبيع، روح خابره يصير يطلع من رانيا، خابره يطلع من بغداد. ليش؟ دكتور إيه مبالغ كبيره، ثلاث دفاتر واربع دفاتر. اي تجاره، اكو اكو جراج باربع دفاتر، اكو بثلاث دفاتر. ثلاث دفاتر بلوكة المنجي، وهذا سوقك شوف صار ثلاث ايام، شوف شو سوى بالجراج اليماني. شو باع شارع فارغ. هذا كله ايجارات على العالم، العالم ما تجي. يشوفون الشرطه والشغب واقفين وقي مقام يفتر، تحت شويه القي مقام يقول لك شيلوه، خلوه بالسياره. احنا نزلنا على هاي المحلات، قطعوا عنا الكهرباء وما يخلونا نشتغل براحتنا، احنا ما معدين احد، احنا مجرد يعني نشتغل بمكان حي صناعي موجود، فيريد وريد ندفع فلوس الكهرباء همينا، وريد ينقلونا على صناعي حي صناعي بعيد، لا على احد يقدر يجي هناك ولا احد، ورزقنا كله هنا، صار لنا كم سنه احنا نشتغل هنا، فاحنا ما معدين احد ولا احد معدينا، فليش بهالحاله هذه يحاربونا هالمحاربه هذه؟ هاي كله رزقنا ورزق اطفالنا هنا، هذا رزق اطفالنا، زين اذا بطلنا احنا وين نروح نشتغل؟ هذا شغلتنا، هي شغلتنا هاي هنا. معك وغير الكهربائيات نشتغل بهالمحل هذا والله رازقنا بيها والحمد لله. اي والله هاي محل هنا يا اخوي العزيز، فاحنا ما مأذين احد، لو مأذين احد والله نحن نطلع من باكر نطلع. فيا اخوي هم أذونا حيل أذونا، قطعوا الكهرباء، صار الكهرباء ما عندنا. باع تفضل صور جو الكهرباء ما موجوده، نشتغل بدون كهرباء يصير؟ ما يصير يجي. ما يصير، خلي هيئونا محلات قريبه. احنا هذا محل صناعي صار له كم سنه يعني ما مأذين. هاي تفضل كنا نشتغل على الرصيف وكنا على باب الله. زين شنو المشكله هاي؟ محاربين هالمحاربه هاي يا اخوي العزيز، والله محاربين يا اخوي، يوم يسدوا المحلات وننزل ونعوفها، واحنا رزقنا كله على هذا، ما عندنا غير مصدر يا اخي. هسه لو عندنا غير مصدر نروح، ما عندنا غير هالمصدر، هذا هو رزقنا على هالمصدر. هذا صار يعني في 30 سنه اشتغل يا اخوي، هذا مصدرنا ورزق عوائلنا. زين وين نروح؟ نبوق؟ نهرب؟ شو نسوي يعني؟ قول لي شو نسوي يا اخي. لقوا لنا حل، لقوا لنا حل، ما يصير هيك يعني هالمحاربه هاي. احنا كنا عندنا معامل يوميه يجون هنا، ننهزم ونروح بسيارات، ننهزم للبيت، ليش نقعد؟ صار لي أنا 30 سنة وكيل مواد احتياطية. زين أنا وقتها هاي مشتري تقريبا بحدود 3 دفتر هسه يطلع. زين من هاي المحل يشتري لي 3 دفتر هنا، وين أروح أنا؟ أروح هنا أتصل على المحل هنا، شو أسوي هنا؟ عالم ما يعرفني، أنا عالم هنا يعرفني. يعني أنا هنا لا أروح هنا إيش قد كم سنة أبقى العالم يعرفني حتى يجي لي. يمكن هنا حتى يومين من ماكو استفتاح، صح لو لا؟ شو اسوي هنا؟ بعيد خارج المدينه، بعدين هذا مو مال حكومه، استثمار هذا. يوميتهم هنا اجوز خطير، كلهم ما عندهم. كلهم ما عندهم هنا. كلهم يومين ماكو محل، ثلاث بيوت عليهم. محل واحد ثلاث بيوت عليهم. شلون يطلع هذا؟ يعني صبح يروح عصر يجي كل شيء ما مستفع. ما تابع الدولة، مستثمر هذا ما نقدر نحكي احنا. انا حتى هي مال نقابة عندي، يقول احنا ما علينا. هاي هويته نقابة. يقول احنا ما عندنا السلطة حتى نقول لهم، لأنه مو رسمي أصلا هذا. يعني حكومة ما باني، واحد مستثمر باني هنا. وين موصل؟ خلي يطلع كاميرا يبسله. اكو وساخة هنا راس الجسر شايفين، حتى سيارات ما يقدر يمشي. ما بين جسر بالمليارات. السيارة بيمشي يقول على حازمية، شوف مكان مالتنا هنا، ماكو وساخة هنا، لا قاطعين طريق لا وساخة. خلي يجي كاميرا. لا شلون انا انت الضريبة ما انطي، فلوس مال الكهرباء ما انطي، مال ماي ما انطي، كله ننطي، فلوس نقابة ننطي احنا.
عندنا هويته مال نقابها ما عندنا احنا، ومو هيك قوتنا. بعدين كل هذا محلات مال ملك مال اصحاب عنده، ومو احنا متجاوزين بانين احنا قاعدين. أنا جيت اللي هنا لقيت القوات الأمنية سادة الطريق، سيارتي عاطلة، يعني ليش إذا أسحبها من ذاك المكان اللي هنا صير قريب علي ما يكلفني 20,000، بينما إذا أنا أوديها اليوم ليلان يعني قش ياخذ مني 75,000 على ما يوصل لي السيارة اللي هناك. هي بعيدة، بعيدة علينا، بعيدة عن المدينة، يعني هاي المناطق ساترة علينا، يعني هاي الصناعة مالتنا هم بعيدة ما قاعد نروح عليها، هذه أقرب شيء لنا، وهنا الناس كلها على باب الله واسعارهم زينه واجاراتهم هم قليله يسهلون ويا العالم. والله بقى هو كل من ضميره بعد يعني اذا زاد اجاره، بس هو اكثرهم اذا هو صاحب ملك هنا هذا نعتبر استمراد، هذا ملك له متى يدفع ايجار؟ زين انا اسد الملك ماله اروح اقعد هناك يطي ايجاره ويطي سرقف لي دفتر او دفترين على اي اساس؟ ورا الثنتين هناك حتى الصناعه القديمه ما ورا الثنتين ما حد ما يلقى. واحد يعتسر والله هاي الى الله بعد اذا بالسياره ثاني يوم يلا يصلحها. صار لنا يمكن 40 سنه بهذه المنطقه. اي اللي حدث يطردوننا، يعني ما مرتاحين بظروفنا وبحياتنا ما مرتاحين. ياهو يجي للحكم يطردنا، ياهو يجي للحكم يركض ورانا. احنا مالنا شغله لا بالحكومه لا باي شيء، احنا رجال على باب الله يوميا نشتغل ونرجع للبيت، لا ندور مشاكل ولا كل شيء. هم يريدون احنا ندور مشاكل. زين يريدون يطلعونا الف الاف العوائل هنا يطرد، ادري من الطلعه منا شي يسوي هذا الولد غير يصير حرامي، يصير ابو المشاكل، يتعارك، يسوي شغلات مو زينه. هسه هو قاعد شغل عوفوا الفقير بحاله. عمي 15 صانع، يعني 15 عائلة بركبة هذا المحل. زين ويركضون ورانا كل ساعة، يجي هاي السقف، احنا نشتغل جوا السقف، كل شهر شهرين يجي يهدمون على راسنا. والله ما يريدون اي شيء، بس يقولوا اطلعوا خلاص. نريد نحاكي القائم، قام يقول ذبوه جوا، ذبوه بالسجن، هيك يحكون وياه. كل روحوا على ذيك الحي الصناعي الفارغ، احنا بداخل المدينة طاقة رواحنا وماكو شغل، هالنوبة إذا نروح هناك نموت من الجوع. احنا على باب الله يوميا على اكثر نشتغل ونودي للبيت، يعني اذا ما نشتغل ماكو. والله ناشدنا هوايه ما حد ما يجي علينا، احنا بس نناشد الله، شغله بس يم الله صار باقي. نناشد اي واحد ما يجي علينا، لان هذا ابو اللي عنده هذول المحلات استثمار، هذا ينطي فلوس للمسؤولين على مود يجون علينا.